لقاء مهم جدا مع جون فان دين بروم نجم منتخب هولندا واياكس ومدرب اندرلخت البلجيكي السابق، والمدرب اللي كان مرشح جدا وقريب جدا من تدريب نادي الزمالك قبل جوزيه جوميز. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. شكرا، انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده. بالتاكيد سؤالي الاول هو ما قدمتك بيه، انت كنت قريب جدا من التواجد في الدوري المصري وتحديدا مع نادي الزمالك منذ شهور قليله، لماذا تعثرت هذه المفاوضات؟ هو هم كانوا مهتمين في البدايه وبعد كده يعني ما وصلناش لحل وسط في الاتفاقيات، وعشان كده العرض ما كانش مناسب بالنسبه لي، ويمكن انا عرضت عليهم كذا عرض مش عرض واحد، ولكن هم فضلوا يكونوا مع مدرسه تانية برازيليه او برتغاليه. التواصل معاك كان من خلال وكيل لاعبين او من اداره نادي الزمالك مباشره؟ لا، كان مع مدير اعمالي، كان مع مدير اعمالي، ما كانش معايا لان هم ما عرفوش يوصلوا لي الحقيقه، ولكن هم وصلوا لمدير اعمالي، وكان طبعا الاتفاقيات عن طريق مدير اعمالي، انا كنت بقول له انا محتاج ايه وهو كان بيوصل لهم على طول. بعيدا عن الامور الماليه، طلباتك ايه كانت من اداره نادي الزمالك للموافقه على عرض نادي الزمالك؟ هل طلبت اي شيء في الفريق؟ هل طلبت اي شيء في تنظيم الفريق؟ ولا كانت الاختلافات فقط ماليه؟ الموضوع ما كانش مالي، هو الموضوع كان في الكورة أكتر، إن أنا كنت محتاج نجوم أكتر، كنت محتاج إن أنا أجدد في الفرقة، ولكن هم كان عندهم اعتراض، هم كانوا عايزيني أبدأ بنفس الفريق اللي موجود، وأنا طبعا الموضوع لما ظهر أنا يعني عملت سيرش على التيم، وأنا كان ليا احتياجات هم ما وافقوش عليها يعني. يعني أنت شفت مباريات لنادي الزمالك؟ الحقيقه مش انا اللي شفت الماتشات، انا شفت يعني وكيلي هو اللي كان دايما بيتابع وكان موصل لي ان هي فرقه كبيره ولكن كانت محتاجه بعض التعديل، وبناء على كده انا باثق فيه كويس جدا، ولما كنا هنوصل لاتفاق طبعا كنت هبدا ان انا ابدا اتفرج على ماتشاتهم لان دي كانت هتبقى حياتي اليوميه، ولكن يعني ما وصلناش لحل مع الوكيلين. هل انت في الاصل كنت مهتم بالتدريب في الدوري المصري؟ طبعا الدوري المصري الدوري كبير وفي فرق كبيره جدا، فطبعا انا يعني يمكن كان في تواصل مع الزمالك وكان في تواصل مع بيراميدز، ولكن طبعا ما حصلش ان احنا وصلنا لاتفاق، ولكن وطبعا ده كنت هبقى مبسوط جدا ان انا بدرب في بلد كبير زي مصر، وطبعا فيها دوري ممتاز وفيها فرق كبيره زي الزمالك وزي بيراميدز. هل تتابع الوضع الحالي بالنسبة لنادي الزمالك؟ هل تابعت نادي الزمالك بعد هذه المفاوضات ولا ما تابعتش أي شيء في موقف نادي الزمالك سواء في البطولة الأفريقية أو في الدوري المحلي؟ للأسف أنا حاليا كنت متابع أكتر اليورو، وكنت بتابع الحاجات الأوروبية أكتر، فما كنتش لما ما حصلش تفاوض ما كنتش مهتم بالدوري المصري زي اليورو يعني.